اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن خميس منتخب البرازيل في بطولة كوبا امريكا 2004 التي استضافتها انذاك بيرو، ولم يستدعي كارلوس البرتو بيريرا مدرب السيليساو العديد من نجوم المنتخب البرازيلي امثال رونالدو نازاريو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو وحتى ريكاردو كاكا. ورغم غياب النجوم الا ان البرازيل تمكنت من التاهل لمواجهه الارجنتين في المباراه النهائيه لهذه البطوله، والتي استطاع فيها المنتخب الارجنتيني التفوق عليه بهدفين مقابل هدف وحيد حتى اللحظات الاخيره من عمر هذه المباراه. ليظهر صاحب هذا القميص وهو أدريانو، والذي سجل هدفاً قاتلاً للسامبا في الدقيقة 93 من عمر تلك المباراة ليؤجل حسم اللقب ويذهب بالمباراة لشوطين إضافيين ومن ثم لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب البرازيلي، وهو ما جعله يتوج باللقب القاري اللاتيني للمرة السابعة في تاريخه. تدري بأن أدريانو كان حتى وقت قريب يعتبر من أفضل المهاجمين في العالم إذا اشتهر بأهدافه الحاسمة مع إنتر ميلان ومنتخب البرازيل، بل وقد تم اختياره في عام 2005 كأفضل هداف في العالم. ولكن بعد وفاة والده في عام 2006 أصابته صدمة نفسية كبيرة ساهمت في فقدانه لمركزه الأساسي في فريق إنتر ميلان، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أبدا من استعادة مستواه الكروي المعهود، وازداد الوضع سوءا مع أدريانو، ففي عام 2016 ظهرت له صور في أثناء عيشه في عشش الصفيح في ريو دي جانيرو، وهي المنطقة التي تعج بالعصابات المسلحة والتي تعمل في تجارة الممنوعات. كما تم القبض عليه لاحقا وتم التحقيق معه من قبل السلطات البرازيلية في العديد من القضايا والاتهامات الجنائية، ولكن صوره الأخيرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بأنه قد بدأ يستعيد بعضا من توازنه المفقود وعاد إلى حياته الطبيعية مع عائلته. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.